السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة سيبل الفيل وبلاش تحفيل. إيه حكاية سيبل الفيل دي؟ قصة الفيل دي يا جماعة قصة أزلية أبدية من لدن آدم حتى تقوم الساعة. ولكن قبل أن نبدأ بالفيديو يجب الذكر وتجب الإشارة أن هذا الفيديو خاص بفئة الرجال فوق 18 سنة المتزوجين، أما غير المتزوجين فإني أبرأ منهم تماما. أي عيل صغير كده قاعد قدام اليوتيوب ياريت وقف الفيديو وقوم الولد، تمام؟ بطل قله حياه، يالا قوم يالا قوم يالا فز. نبتدي دلوقتي. الرجال الذين يعانون من الضعف الجنسي او العنه عند الرجال او السكشوال امبوتنس، دول يمثلون 60% من الرجال، فلابد ان نقدم لهم يد العون والمساعدة. طيب دلوقتي أنواع الفياجرات أربع أنواع: سيلدينافيل، تدالافيل، سيلدينافيل، تدالافيل، فاردينافيل، أفانافيل. سيلدينافيل، تدالافيل، فاردينافيل، أفانافيل. موضوعنا النهاردة عن التدالافيل. مادة السيلدينافيل بتعمل صداع وزغللة ودوخة. أنا عايز مادة ما تعملش لا صداع ولا زغللة ولا دوخة. مادة اسمها التدالافيل لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال. طب مادة التدالافيل موجودة في السيالس، لكن السيالس سعر القرص 60 جنيه ونص. 60 جنيه ونص اطلع الجبل اخبط على العجل اضرب تليفون بستين جنيه ونص؟ الناس تعبانة. طب أنا هجيب لحضرتك النهاردة قرص بعشرة جنيه بس، لا في زغللة ولا في صداع ولا في احمرار في العين ولا في أي مشاكل، وفي نفس الوقت بيغنيك عن السيالس. فين هو القرص؟ قرص سيبال الفيل. مش مصدقني أنت؟ مش مصدقني صح؟ قرص سيبال الفيل أهو، سيبال الفيل اهو، سيبال الفيل قرص سيبال الفيل تركيز 20، سعره 10 جنيه. انجلش سيبال الفيل مادة التدالافيل. شكل الشريط اهو، اربع اقراص العلبة، اربع اقراص القرص ب10 جنيه سيبال الفيل. طبعا في سيبال الفيل 5 مللي جرام لتحسين الدوره الدمويه باستمرار وايضا علاج البروستاتا. في سيبال الفيل 5 مللي جرام اهو، سيبال الفيل 5 مللي جرام اهو، وده سعره كام؟ 37 جنيه اهو، 37 جنيه تمام. اربع اقراص برضه سيبال الفيل. يبقى إذا عندي سيبال الفيل 20 وسيبال الفيل 5 مل. يبقى إذا السيالز أبو 60 ونص ده أهو ما يلزمناش في أي أو ارميه. أي حد تلاقي معاه سيالز خد العلبة ارميها. هجيب لك السيبال الفيل 20 والسيبال الفيل 5 مل. إنجلش سيبال الفيل 20 وسيبال الفيل 5 مل. طيب السيبال الفيل 20 يتميز بايه؟ ارخص قرص في مصر 10 جنيه بس. ايه تاني؟ بيستمر مفعوله 3 ايام 72 ساعة. انت مجهز في اي وقت للانطلاق. انت كالمتفجرات، الضغطة الأولى
هي الضغطة الأخيرة. طبعا الموضوع موجود في الدم، تأثيره موجود في الدم 3 أيام، ومجرد ما بيحدث أي إثارة يطلع الفيل على طول، يطلع سيبالا الفيل. سيبالا الفيل تلاقي الفيل منتشر في كل حتة أهو، سيبالا الفيل أهو ده ب 37 اللي هو ال 5 مللي 4 أقراص، وسيبالا الفيل أهو ده 5 مللي 4 أقراص، وسيبالا الفيل 20 مللي القرص ب 10 جنيه أهو، الاتنين متوفرين بسوق الدواء المصري. كل جديد لازم انا اجيبه لكم. سيبالا الفيل تخش على الصيدليه، سيبالا الفيل يوم ورا يوم، يعني يبقى في كده ايه سيم بينك وبين الصيدلي. هتخش وبعدين لو حد مثلا صيدلي قال لك ايه اللي انت بتقوله ده، قول له سيبالا فيل. تمام، يبقى انت جاهز في اي لحظه، جاهز بالشعبي، جاهز باللاتيني، جاهز بالعبري. دمتم ربنا بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.